ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. مرت آيات سورة آل عمران على حديث غزوة أحد، وعلى الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رماة الصحابة، وكيف انقلب النصر هزيمة. وقد مرت الآيات تدعو هؤلاء الذين خالفوا وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله تعالى أن يسارع إلى المغفرة، إلى أعمال المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ثم إن الآيات توضح للمؤمنين عاقبة الكافرين. صحيح، في غزوة أحد ارتفع الكافرون، فاز الكافرون، انتصر الكافرون، لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين: انظروا في سنني، انظروا في طريقة المتبعة في هذه الأرض في التعامل مع من خالف أوامري وكذب أنبيائي ومزق الدليل الإرشادي الذي أرسلته له. قد خلت من قبلكم سنن، لقد مرت على هذه الأرض أقوام كثر وجماعات كثر ومدن كثيرة ودول كثيرة، عدد منها كذبوا بأوامر الله، كذبوا بالدليل الإرشادي الذي أنزله الله، كذبوا بأنبياء الله تعالى، فكانت عاقبتهم الهلاك. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، ابحثوا، فكروا، دوروا، اقرأوا، ادرسوا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا بعيونكم وانظروا بعقولكم. السنن الإلهية هي الطريقة المتبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم ومواقفهم من شرع الله تعالى وأنبيائه. هذه سنة أيها الإخوة. من كذب أنبياء الله، من كذب أوامر الله، من لم يمتثل أمره، من لم يمشي وراء نهجه، عاقبته الهلاك. هذه سنة مضطردة. وإذا أردتم يا أيها المؤمنون سيروا في الأرض فانظروا. وسنن الله عز وجل ثابتة لا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وسنة الله مضطردة لا تتخلف، وسنة الله عادلة لا تظلم، وسنة الله عامة لا تحابي. يعني ما في لأنه نحن اسمنا محمد الله بيسامحنا لو خالفنا أمره، ما في نحن لأنه منجي على الجامع الله بيغفر لنا لو خالفنا أمره. يلي بيخالف منهج الله، الذي يكذب، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الذي يكذب منهج الله عز وجل عاقبته في هذه الأرض الهلاك. في إيطاليا في مدينة تسمى نابولي، نابولي فيها جبل يسمى جبل العبرة. هذا الجبل على سفحه مدينة، كان هذه المدينة تسمى فيزوف. هذه المدينة قد أنعم الله تعالى على أهلها بالمال وبالجاه وبالزروع وبالثمار، غير أن القوم بدل أن يقابلوا نعم الله عز وجل بالشكر قابلوها بالكفران. وقد أرسل لهم سيدنا عيسى عليه السلام دعاة، فكان أن قتلوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
كان عند أهل هذه المدينة كان عندهم عادات عجيبة، من ذلك كانوا يتباهون بالمصارعة، كان يجتمع وجهاؤهم وكبراؤهم ورجالاتهم ونساؤهم وأطفالهم ويأتون برجال يتصارعون مع رجال داخل قفص، ولا تنتهي الجولة إلا بموت واحد من المتصارعين، وربما تصارع إنسان مع وحش ولن تنتهي الجولة إلا بخروج أحدهما حياً والآخر ميتاً، والقوم يصفقون ويرقصون ويضحكون ويتراهنون على هذه الأفعال. وكان عندهم عبيد، كانوا يأمرون عبيدهم أن يفعلوا الفواحش أمام أعين الناس وكانوا ينظرون إليهم ويضحكون، وربما فعلوا الفواحش مع عبيدهم لما تمادوا فيما هم عليه، وقد أرسل الله تعالى لهم المنذرين وأرسل الله تعالى لهم من يأمرهم وينهاهم فقتلوهم. الذي حدث أنه انقذف بركان اسمه بركان فيزوف، هذا البركان من دون سابق إنذار، وهذه المدينة على سفح الجبل، انفجر هذا البركان وغطى رماده وحممه وما خرج منه، غطى المدينة عن بكرة أبيها، واختفت هذه المدينة لمدة 2000 عام ما أحد يدري بها شيئا. في نهاية 2000 الماضية علماء الآثار وهم يبحثون وهم يفتشون شاهدوا آثار هذه المدينة، نقبوا عنها فخرجت المدينة كاملة. العجيب يا أخوان أنها هذه المدينة وهي مصورة وموجودة على اليوتيوب صورها، لقد مات الناس وتحولوا إلى أحجار في وضعياتهم كما هم، اللي قاعد عم يأكل على الصفرة هو ومرته وأولاده، متحجر هو ومرته وأولاده والطعام كما هو، يلي عم يضحك متحجر كما هو، يلي مندهش ومرعوب شو هذا الذي حدث، فتحة عيونه وتقطيبة جبينه كما هي. لقد أهلكها الله تعالى كلها بصيحة واحدة، قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قد خلت من قبلكم أمم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا أخوان هذا الأمر متكرر، من كذب بآيات الله، من كذب بأوامر الله، من لم يرضى دين الله تعالى دليلا ورشادا، من أراد أن يبارز كلام الله برأيه وانتشر هذا الأمر، الأمر عند الله عز وجل ما بيكلف. ذكر لنا القرآن أقواماً أهلكهم الله تعالى بالحريق، وأقواماً أهلكهم الله تعالى بالغرق، وأقواماً أهلكهم الله تعالى بالصيحة، وأقواماً أهلكهم الله تعالى بالريح، وأقواماً أهلكهم الله تعالى بالجراد، وأقوام أهلكهم الله تعالى بالجفاف. قل سيروا في الأرض، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دير بالك أن تخالف أوامر الله عز وجل، والله عز وجل ما عم بحاسبك، ما عم بحاسبك مو لأنه نسيان جل جلاله، مو لأنه لا يستطيع جل جلاله، مو لأنه لا يقدر، بس الله عز وجل يمهل ولا يهمل، سنته في الأرض لا تحابي ولا تتبدل ولا تتغير، ثابتة ثابتة سنن الله عز وجل في الأرض. لذلك كل واحد بيناتنا يراجع نفسه يا أيها الإخوة، لعله لا سمح الله إذا مخالف أو مكذب بأوامر الله عز وجل لعل الله يمهله من أجل أن يعود، بس إذا ما عاد يخشى عليه من أن تنزل به نازلة، وهذه سنة الله تعالى في الأرض. هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، شان هيك نحن بحاجة جميعا أيها الإخوة أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ما بنقدر نحن نقول والله أنا شو دخلني، ما بيخصني، يعني رفيقي عم يعمل المنكرات بس أنا شو لي علاقة. نحن نخشى إذا تفشت المنكرات وتفشى التكذيب بكلام الله وبكلام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتينا قارعة جميعا.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، إذا رأوا المنكر فلم يبدلوه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. لذلك أنتم اللي قاعدين هون رجالا ونساء أمانة في رقابكم أن تشتغلوا بالدعوة إلى الله. كل أخ منكم يا أيها الإخوة مطلوب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. كل أخت من الأخوات تأتي بجارتها، تأتي بأختها، تأتي بصديقتها، تأتي بتلميذتها، تأتي بمعلمتها. وأنت يا أيها الرجل، أنت يا أيها الشاب، تعوا كلنا يا أيها الإخوة نشتغل في الدعوة إلى الله لنحمي أنفسنا ونحمي أسرنا ونحمي مجتمعنا، ولنطبق أوامر الله حتى لا تصيبنا سنن الله تعالى. يا إخوان، الماء يغلي بدرجة حرارة 100، كل واحد بيحط إبريق الماء على النار وبيرفع الحرارة للمية أكيد بده يغلي المي، أكيد. هذه سنة إلهية. المعادن تتمدد بالحرارة، بتجيب معدن بتحطه على الحرارة 100%، هذا قانون إلهي ثابت لا يتغير ولا يتبدل. هلأ إذا واحد ملحد ما آمن بأنه المعدن يتمدد بالحرارة، آمن أو لم يؤمن هو المعدن يتمدد بالحرارة. إذا واحد ملحد ما آمن بقانون الجاذبية، آمن لما ما آمن قانون الجاذبية سيحكمه. مثل قانون الحرارة غليان الماء، وقانون تمدد المعادن بالحرارة، وقانون الجاذبية قوانين إهلاك الله تعالى الأمم بتكذيبها. والله عز وجل يقول قد خلت من قبلكم سنن يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قريش التي ارتفعت في غزوة أحد أيقنوا بأنها ستهلك إذا لم ترجع إلى ربها. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، مو مصدقين، امشوا انتشروا في هذه الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيا أيها الإخوة، هذا الكلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء بعدهم، وهذا الكلام لنا من أجل أن لا نكذب أوامر الله ونواهي الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا لأجل أن ندعو المكذبين حتى لا يصيبهم الهلاك. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، قال الله تعالى، فكانوا كهشيم المحتضر. لكن السنن الإلهية في إهلاك الأمم وردت في القرآن الكريم. السنة الأولى لا إهلاك قبل إقامة الحجة والتحذير والإنذار. الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله ما بيعذب حتى يبعث الحجة ويبعث البيان ويبعث الدليل. هلأ يا أخوان، بجوز يكون الحجة بالنسبة لك خطبة سمعتها، فالخطيب تكلم بقصة أنت عم تفعلها بالخفاء فيها معصية الله، القصة لابستك 100%. ترى هي رسول جاءك من الله. قد يكون الرسول شيخ يتكلم في درس، فيتكلم في حادثة لابستك 100%. أرسل الله تعالى لك هذه الرسالة مع هذا المتكلم. قد تكون الرسالة والرسول حادثة تجري مع صاحبك، وصاحبك يفعل فعلتك فأراك الله تعالى عاقبته. هذا رسول، مو رسول يعني بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسالة جاءتك من الله عز وجل. الله عز وجل من سننه في إهلاك الأمم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله ما بيعذب حتى يقيم الحجة وحتى يحذر وحتى ينذر. لذلك يا أخوان، كل واحد يراجع حاله، ليقوم أنا عم تجيني النذر، عم تجيني الرسل، ويلا ما حدا دريان، كلهم ليك والله لما بيشوفوني وبيعدوا ما كله بيضحك لي، صحيح، بس رب العالمين يعلم السر وأخفى. دير بالك، هلأ إن زلت قدمك لا بأس، كلنا تزل أقدامنا، بس دير بالك أن تكون مقيما ومصرا على المعصية. ديري بالك تكوني مقيمة ومصرة على المعصية، والله عم يبعث لك إنذارات، يخشى بعدين أن تنلحق بك السنة الإلهية التي هي قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اللي عم بيكذب بأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى، يخشى أن تدركه هذه السنة، سنة المكذبين وإهلاك الأمم. من سنن الله تعالى في إهلاك الأمم أن تفشي الذنوب والمعاصي من دون توبة هو الجامع لإهلاك الأمم. كل الأمم المذكورة في القرآن الكريم التي أهلكها الله تعالى، الرابط الجامع بينهم
تفشي الذنوب والمعاصي من دون توبة، الكفران بأنبياء الله تعالى وعدم طاعتهم. هلأ هذا الكلام للأمم التي سبقتنا، يعني ونحن شو؟ نحن غير، نحن ما بيصيبنا يا أخوان؟ ما نحن بشر من البشر. لذلك فلنحذر مجتمعين أن تتفشى فينا المعاصي، ولنكن من الذين يشيع بينهم القرآن، تشيع بينهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشيع بينهم مجالس الذكر، مجالس العبادة، إذا التقينا يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، ينهى بعضنا بعضا عن المنكر. قال الله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. الله أهلك الأقوام التي سبقت بسبب ذنوبهم. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. كل الأمم التي سبقتكم أخذناهم أهلكناهم بسبب ذنوبهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شايف؟ الإهلاك بطرق مختلفة لكن السبب واحد، تفشي المعاصي من دون توبة. السنة الثالثة في إهلاك الأمم لحضرة الله تعالى، الإهلاك يأتي فجأة ودون توقع، يكونوا عم يضحكوا ويلعبوا تنقلب عاليها سافلها، بيكون عم يفرحوا ويطربوا يغرق الله تعالى الأرض، بيكون قاعدين بأشغال وبأعمال تأتي الصيحة فتتغير الأرض غير الأرض، بيكون قاعدين بمنتزهات وببيوت يأتي حاصب من السماء فيهلك سكان هذه البلدة. هذه من سنن الله تعالى في هلاك الأمم. والله عز وجل قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا نعمل أيها الإخوة في ختام هذا الدرس حتى لا يقع بنا هلاك؟ شو بدنا نساوي مشان أنا ما أهلك فردا وما أهلك أسرة ولا سمح الله ما أهلك مجتمعا؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معناته أمانان من الهلاك، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب شلون يعني؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توفاه الله تعالى، بعدين قديش بده يعيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني 1000 2000 5000 سنة؟ ما بيمشي الحال. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وما كان الله ليعذبهم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم. طول ما شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، الله عز وجل لا يهلك هذه البلاد وهؤلاء العباد. لكن إذا صار ما بدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بدنا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بدي ساوي عرسي على الطريقة الغربية، وهذا الأخ بده يتعامل بشغله على الطريقة الأوروبية، شو مشان يعني الشريعة الإسلامية؟ الشريعة خلي لي إياها بالجامع، بيجي لعنكم على الجامع بأخذ الشريعة، أما بالشغل أنا بدي أتعامل بالطريقة الطريقة الأوروبية، حلال حرام بدي أشتغل مثله. أخي بالطريقة الأوروبية في حلال خذه، بس في حرام دعه. أخي أنا هيك عجبني كله هذا المجموعة مع بعض البعض، وأنا بدي أساوي علاقات على الطريقة كمان الغربية. أخي بس هيك ما بيصير، يعني في مخالفات للشريعة. ألا شريعة ما شريعة، بالجامع بنتحاكى بالشريعة يا أخوان. يخشى إذا رفعت الشريعة أن تنزل العقوبة، أما إذا بقيت الشريعة بيننا فهذا أمان من الهلاك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا فينا حقيقة جسدا في زمن الصحابة، أو شريعة حكما أحكام النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فالله ما بيعذبنا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني هلأ ربما واحدنا فعلا يخطئ، زل قدمه، يقصر، يا سيدي يخالف الشريعة، طيب خلص خير ماشي الحال، خالفت الشريعة بستغفر الله، خالفت الشريعة ارجع إلى درب الله، خالفت الشريعة توب توبة صادقة، خالفت الشريعة عود إلى درب الله، خالفت الشريعة قل له لصاحبك الصالح، قل له مشان الله خذني معك إلى درب الخير، ترى أنا كنت بعيد بركي بترجعني إلى هذا الدرب. فإذا كان فينا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان فينا الاستغفار من أجل إذا زلت أقدامنا أن نعود، هناك يرحمنا الله تعالى برحمته الواسعة ويحمي بلادنا ويحمي العباد.
ثم قال القرآن هذا بيان. طالعنا فرمان، أعلنا المنشور، أخبرناكم بأنه عاقبة المكذبين الهلاك، هذا بيان. هلأ إذا واحد موفق بيفهم بالمنشور، بيفهم بالمرسوم، بيفهم بالبيان. إذا واحد قال لك لا مو مظبوط هذا الكلام، مو مظبوط هذا الكلام. هلأ إذا قلنا له لواحد أخي في وادي، في وادي هون بعد كيلومتر، كتبنا له بيان وقلنا له هذا بيان في بعد كيلومتر وادي، خفف السرعة، قال لك لا ترد، لا ترد، خليك داعس على البنزين على المية. هذا دليل إنه فهيم، لما إنه بعيد من هون ما بيستخدم الفهم تبع البيان. فالله عز وجل قال هذا بيان للناس، لكل الناس، بأن من كذب بدين الله وآيات الله ورسل الله والدليل الإرشادي الذي أرسله الله فعاقبته الهلاك. هذا بيان للناس وهدى، طريق هداية من أجل أن تسلكوا يا عبادي، وموعظة للمتقين. بس بقى بدأ واحد يكون تقي حتى يفهم عن الله تعالى أوامره. إذا ما في القلب مو موصول بالله، قد ما حاكيته لا يفقه، قد ما حاكيته لا يفهم. لذلك أيها الإخوة، القرآن الكريم وكلام الله عز وجل هذا بذار تحتاج إلى أرض طيبة حتى تنمو هذه البذار. لذلك اشتغلوا بذكر الله تعالى حتى تصير قلوبكم أرضا طيبة، إذا ألقي فيها بذار القرآن الكريم أنبتت ثمارا وأزهارا وزروعا كريمة. بس لا سمح الله إذا القلب صخري وزتيت عليه البذار ما بيطلع شيء. بس إذا القلب ندي والقلب فيه تربة طيبة وفيه ماء طيب وفيه جو طيب، هناك هذه الآيات القرآنية تغير لك مسيرة حياتك وتبدل حالك إلى أحسن الأحوال. بس علينا أن نكثر من ذكر الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا